خير. شكرا بارك الله فيك. كما يلتحق بي عبر الهاتف السيد جلالي عزاوي رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي. سيد جلالي صباح الخير. صباح الخير. سيد جلالي، بداية من الأسبوع المقبل راح تفتح أسواق الماشية بعد غلق دام لشهور، وايش تعني هذه الخطوة سيد جلالي؟ هذا لكل حال قرار يعني مبارك، احنا نباركوا به خاطرها جات فايت الموال فايت الماشيه. نعم. ويعني رغم اللي يعني الموال عام غالبا راح في عام بعد مرض كورونا اللي ربي ان شاء الله يشفينا به، والموال انقبل بصح يعني رغم هذا الشيء يعني شد المشعل وما سمحش يعني في المال تاعه، كان مغبون فعلا وجات دولية ما تعرف يعني مقبول من طرف يعني الغلاف تاع الاعلاف جات قايم بذاك الشيء. الموال راه يعني شاد المشعل وصابر ويعني وقرار هذا في موقيعة الموال والمشيا. نعم سي الجيالي، ربما شهور طويلة من إغلاق أسواق الماشية، وش هي أبرز الخسائر اللي عانى منها الموالين خلال هذه الأشهر؟ هو الموال اصلا يعني صابور. نعم. يصبر يعني فهمت مغبون مع الكلمه. نعم. انا مع الكلمه الفاتوره يعني خلصت صنع غاليه. نعم. ولكن ما نجيش يسمع فيها الثروه الغاليه. نعم. خاطر هي هذه الثروه اللي راها عايشه يعني شحالها اكثر من 15 مليون راس، اخر 15 مليون نسمه. نعم. ويعني ورافده 28 مليون راس. ما ينجمش الموال يعني يسمح بها الثروه الغاليه والعزيزه. نعم. هنا اليوم الحكومه يخصها تشوف فيه بعين الاعتبار صفه خاصه. خاطر عانى يعني الماشيه راهي باشه الاغلى بغى يقضي عليها الجفاف خايب. نعم. الاسواق نتاع الالاف غاليه. هذه يعني اشاره من اشارات يعني اسباب. طيب نعم ابقى ابقى معي سي. نعم سجالي خليك معي فقط، اخذ هنا مع ضيفي في البلاطو السي الحاج جعلالي وهو رئيس الغرفه الفلاحيه لولايه عين دفله، اخذ معك سؤال، كيف سيؤثر فتح اسواق المواشي من جديد على اسعار اللحوم الحمراء في رايك؟ اولا السلام عليكم، بسم الله والصلاه على رسول الله، الجمعه مباركه. نحيي الاخ سيد جلالي من عمل اللي هما يعني الإخوة تاع المناطق الهضاب العليا اللي تقلع من بشار والنعامة والبيض. نعم. وإخواننا في تيارت والغواط والجلفة والمسيلة وبالسكرة والمسيلة ونهق حتى الوجه. تحية كل وسط يعني جميل باش يعني. نذكرهم قاع. نعم. والإخوة في تيارت وتسمسيلت ونمشيو حتى الخنشلة وتبسة. نعم. يعني هذوما الهضاب العليا نتاعنا اللي قلعوا من بشار غير غير الخنشلة اللي هما واش كان يقول الاخ سيدي الفاضل، يمونوا في السوق الجزائريه العامد والشعب الجزائري ياكل من عند هذه الفئه. نعم. واليوم احنا الاحصائيات كان يتكلم فيها الاخ قال باللي راهي حوالي 22 مليون في القطيع الجزائري. 22 راس مليون 22 مليون يعني راس من الاغنام تاع اللي تم الثروه تاع الاغنام في الجزائر. كذلك راه تكلم العمليه جد وهامه وهو حوالي 15 مليون عايشه في هذيك المنطقه. المنطقه نعم. اليوم حنايا اولا انا نتكلم لك على اعاده فتح الاسواق. نعم. بدايه من الاسبوع. بداية من الأسبوع القادم، والقرار اللي خذاه السيد وزير الفلاحة وتكلم عليه رئيس الغرفة نتاع غردايا. نعم. قال لك كان نتيجة مطالب تاع فلاحين، هذا الدليل واش يعطينا؟ أنه في نقاش ما بين الوصاية الممثلة في السلطة العمومية في وزارة الفلاحة. نعم. وما بين المهنيين مباشرة، وهذا هو بيت القصيد. وهذا أمر إيجابي. يعني هذا أمر إيجابي وهنا الشيء اللي رانا نطالبوا. نعم. فيه التطور المباشر. نعم. اليوم الوسطاء ما بقى لهمش مكان في النقاش باسم المهنيين. نعم. طيب اسمح لي كلامك جلالي، معلش باش نمشوا في النقاش اكثر وناخذوا اكبر عدد من النقاط. كم ربما اسعار اللحوم الحمراء حاليا في السوق؟ اللحوم دركا. نعم. اللحوم دركا شوف على بالك عندها عده عوامل حبيت نشرح لك واحد. نعم. العمليه اللحوم دركا انا عندي معلومات انه اخواننا في النعامه وفي البيض وما شابه ذلك عندهم مشاكل في التسويق. نعم. واحده. اثنين، هذ الناس من قبل الجائحه. لا ولكن مشاكل التسويق راح تحل خلاص، راح تفتح اسواق. شوف نعطي اللاج باش نكونوا موضوعيين. نعم. حنايا اليوم العمليه تاع التسويق راني راح نقولها لك واسمح لي. اكيد تفضل. الفائده في فتح الاسواق هما فاش كانوا مغبونين على بالك باليوم
ربما رايح يقولها زميلي الجلالي عزاوي. نعم. الموال في اي منطقه من المناطق الهضاب العليا كي تكون عنده سوق اسبوعي واش يدير؟ يروح يدير زوج حاجات، مثلا يبرمج روحه في الشهر ولا مره في الشهر ولا زوج مرات في الشهر. نعم. شوف يدي زوج كباش ولا ثلاث كباش ولا اربعه ولا رخلات يديهم للسوق بالطوموبيل تاعو. نعم. يبيعهم في السوق الاسبوعي ويشري الاعلاف اللي كان يتكلم عليها الناس راهي تاكل فيهم. نعم. ويشري الماونه تاع اولاده، يشري السميد، يشري الزيت. نعم. يشري القهوه، يشري السكر، ويشري كل الاشياء لوليداته ويعاود يولي ويضرب بالشهر ولا بالشهرين بيعاود. اذا هذه الاسواق الفائده تاعها كانت عندها زوج دوكولوار كما يقولوا، زوج زوج شطرين. الشطر الاول وهو يجيب القطيع نتاعو، والشطر الثاني يشري اللوازم نتاع الاعلاف وتاع الماكله تاع وليداته، حتى الدواء يشروه كي يصوق. اذا اليوم فتحوا المجال باش الناس، السيوله الماليه حبست سيدي الفضل لانه توقف النشاط التجاري. نعم. طيب خلينا نتحدث دائما عن امر يخص المواطن مباشره اللي راه يشوف فينا الان باش نربحوا شويه وقت. انا جاي في الوقت درك الناس كان عندها مشكل في التنقل. نعم. نحب ولا ما نحب ولا نكرهوا. نعم. الاخوه في النعامه ولا في البيض ولا الاخوه في الجلفه ولا في الشرق الجزائري. نعم. كانت التنقلات تاعهم في بعض الاسواق عندهم صعوبه. نعم. وانا الصعوبه هذه ما نروحوش نقولوا الصعوبه، دارت الدوله عندما دارت اجراءات لحمايه المواطن. نعم. هذا الاجراءات ما تقدرش توفي جميع الناس. نعم. يعني وين عندها فائده لحمايه المواطن من العدوى، وين ضرت. نعم. الناس في المجال الاقتصادي. الحاج علال احنا قلنا التموين هنا أنه صحة المواطن هي الأولوية هي في كل المراحل وفي كل الظروف. صحيح. معيش خلينا الآن نتحدث عن أمر يهم المواطن يعني. لا. اللي يشوف فينا الآن وهو التموين باللحوم. لا، أسعار اللحوم الحمراء حاليا بعد فتح أسواق المواشي. نعم. بداية الأسبوع. نعم. القادم هل ستتحسن، ربما تنخفض، تبقى ثابتة، تزيد أسعارها؟ أنا أقول لك وش رأي رايحة تدير. نعم. رأي رايحة تهبط. نعم. لسببين اقتصاديين. نعم. فضلك ربي. القاطع كاين ما شاء الله كانوا يتكلموا عليه اهل المهنه. نعم. ولكن نكونوا منطقيين، انا درك ما نقول حتى اصحاب الدجاج نقص لهم الدجاج راه خيره الله، ولكن السعر تاعو جد معقول. لماذا؟ لانه القدره الشرائيه تاع المواطن الجزائري هبطت. نعم. اليوم اللحوم راح تكون بكثره وبوفره وباسعار. نعم. تكون في متناول الجميع لسبب بسيط، لانه الطالب عليها باش ما نجوش نغلطوا الناس. احنا اليوم جينا نقولوا الواقع تاعنا الاقتصادي والمهني. اليوم الطالب على اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء، ان باسكو انا نعطيك مثال، شكون هما الناس اللي ياكلوا اللحم يعني اللي تكون عندهم الطبقه هذيك الصغيره اللي ياكلوا بكثره؟ هذيك الطبقه تضررت اليوم المدخول نتاعها. نعم. من ناحيه هذه الاجراءات لحمايه المواطن من جهه، ولكن بعض الارزاق وبعض المداخل تاع بعض. نعم. المهن. طيب حبست. خليك معايا السي جيالي، ربما تسمع فيا الان وانت رئيس الفيدراليه الوطنيه لمربي المواشي. اليوم اللي كان محتاج يبيع الماشيه راح يبيع، واللي كان محتاج ربما يستهلك اللحوم راح يستهلكها بسلاسه اكثر، ربما من خلال الربط المباشر ما بين الطلب والعرض من خلال فتح الاسواق بدايه الاسبوع المقبل. توقعاتكم لأسعار الماشية وأسعار اللحوم الحمراء هل ستتحسن؟ بارك الله فيك ونشكر السي على كل حال. السي الشغلاني الشيء اللي راه في رسالنا راه في راسه، خاطر يعني جبرة واحدة راه تايتنا. نعم. بارك الله فيه على التدخل تاعه، ولكن كحاجة اللي قلناها ودائما نقولوها، حنايا ما دهشناش هذه كذا، خاطر عندنا وفرة، وفرة اللي تغطي يعني كيف يعني السوق اللي تشتغل الشيء اللي طلبه السوق الوطني. الاسعار دائما كانت معقوله، كل اسعار ماهوش المستهلك، اسمح لي يعني المربي حاسب على حساب الانتاج، هل راه ينتج ام لا؟ راه ينتج. نعم. الاسعار رانا كل عارفينها باللي ماهيش قاعده في يد وش هو اللي يتحكم، وش هو اللي يتحكم في الاسعار سي جلال؟ اللي يتحكم احنا كاين المضاربه. نعم. الاسعار ماهيش في يد المربي. المربي ينتج يقدم للسوق يغطي يعني الاحتياجات تاع السوق، لكن الاسعار راه في يد المضاربين، راهم يديروا كما يبغوا كما قال الاخ سي جرداني. نعم. احنا لو يعني السوق كان السوق يعني تاع اللحوم الحمراء ولا البيضاء. نعم. كان يعني منظم يعني الاسعار تكون معقوله ولا حسب المواطن البسيط. نعم. ولكن الاسواق هذا السوق مازال نتحطوا فيه على طريق المذابح الصناعيه، لو المذابح الصناعيه دخلوا يعني في ورقه الطريق. نعم. يعني باه يستقبلوا هذا الانتاج الكافي والانتاج العزيز،
مازال ما دخلوش ولا دخلوا على خاطر هي كاين برنامج اللي دار مع لي زهراء وكل كل واحد كلفوه بمهمه كلفوا أفيا باه تستقبل يعني اللحوم كلفوا لوناب باه تحمي الموال المواد الألفية اللي تاع الانتاج تاع الكذا كلفوا الفيدرالية باه دير يعني العلاقة ما بين الموال والمنتجات الصناعية كلفوا الغرف تاع الفلاحة باه يعني يحسوا الناس باه يديروا التعاونيات باه العمليات تكون سهلة. نعم إذا الشيء اللي نطلبوه الوفرة كاينة اليوم وغدوة يعني كاينة ما تدفشوش منها. نعم الأسعار يلزم لها تنظيم والسوق يلزم لها تنظيم باه الثروة اللي هي سي جغلاني كبير قال 22 مليون عندنا 28 ماشي 22 مليون 28 ماهيش حاجة سهلة. نعم إذا ربما 28 مليون نعم تفضل تفضل قلت لك لا الأسعار تكون معقولة ما تكونش ما تكونش يعني الناس كما راها تخمم نعم حتى قال لك الكثرة كي تكون الكثرة كل شيء تساوى واش تهوى يلزم تنظيم. نعم طيب السي الجلالي ربما باقي لنا شهرين على رمضان حوالي 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف على عيد الأضحى المبارك راح يكثر الطلب على اللحوم الحمراء على المواشي من هذاك الوقت في رأيك وبناء على هذه المعطيات اللي أنا نشوفها الآن أسعار الماشية وأسعار اللحوم الحمراء هل ستكون ربما في مستوى الدخل الفرد الجزائري راح يكون قادر مثلا كل عام أنا نقوله لحم راح يجي مراتين يعني في العام لحم راح يجي في شهر رمضان وفي شهر العيد ورانا نقولوا رمضان الوفرة كاينة والناس يلزمها يعني تخمم باللي ماهوش غير اللحوم الحمراء كاينة راه اللحوم الحمراء اللحوم البيضاء يعني حياة كثير وزيد الناس اللي باه تدير في رسالها باللي في رمضان اللحم ما يتكلش كيما الشهور الاخرين الوجبة نتاع النهار اللي نلقوها هذه راها تزيد في الكمية إذا في رمضان دائما الناس توحم وتخاف ويلا بس الناس تدهش لو كان كاش الوفرة نعم مادام كاينة الوفرة الأسعار تكون معقولة بسيطة ما فيها لا كاش فيها لا شيء. إذا الوفرة راهي كاينة إن شاء الله في انتظار ربما تنفيذ الآليات من الجهات والسلطات الوصية. طيب خليك معايا سي الحاج جعلالي ما يساعد إليك ابقى معايا راح نرجع لك. سي جعلالي ربما ضيفنا جلالي عزاوي تحدث عن الغرف الفلاحية ودورها في استقرار أسعار الماشية وأسعار اللحوم الحمراء وشو هو دورها بالتحديد؟ واش قال السي الجلالي على الغرف؟ نعم فلاحية. شوف الغرف الفلاحية اليوم تسهر على إجراءات حطتهم وزارة الفلاحة. نعم. اليوم وزير الفلاحة السيد وزير الفلاحة عندما ينظم توزيع عملية النخالة يعني هذا النخالة اللي هي مادة أساسية للموالة. نعم. اليوم هذه المادة هذه اللي احنا كمهنيين على المستوى الولايات ومع التنسيق مع مدراء الفلاحة مع الدواوين نتاع اللي يمدوا الزرع يعني هو ديوان الحبوب وكذلك مع المطاحن والجمعية تاع الموالة هنا الدور الحقيقي تاع الغرف الفلاحية وكل الفاعلين المجلس المهني نتاع اللحوم الحمراء باش نلعبوا الدور تاعنا نطبقوا هذا البرنامج اليوم عيب تسوى 150 ألف حددت لها الحكومة السعر نتاعها ونروحوا برا هذا الموال اللي راه يجيب لنا اللحم العام يدور مسكين وعايشين في ظروف قاسية مع ولادهم يشريها ب 400 ألف. اليوم هذا القرار اللي رانا نجم نمشوا باش نطبقوه في الميدان رانا متلقين صعوبات كبار لأنه كيما ندار القانون لحماية الفلاحين في نفس الوقت مس مصالح بعض الناس اللي كانت عايشة من هذا الطرباندو اللي كان يتكلم عليه السيد الفاضل الجلالي اللي سماهم المضاربين. هذه وحدة. اليوم احنا كمسؤولين على مستوى الولايات لابد متابعة الإجراءات حتى البنوك اليوم السيد وزير الفلاحة كل عام مثلا يدير لك كونتران يدير لك كونفنسيون ما بين البدر وما بين وزارة الفلاحة لتسهيل القروض لابد من وقوف البنك الفلاحة التنمية الريفية أو البنك اللي راهو جاي جديد إن شاء الله نطلبه رب العالم في أسرق الأجل باش يرافقوا هذا الموالة لأنه هذا الموالة سيدي الفاضل العام يدور أنا نأكل اللحم نتاعنا احنا ثانيا كي نتكلموا على الوفرة أو قالها الشي رئيس الفيدرالية الفلاح هذا الموال العام يدور به بولاده ويتمرمده بصح كي يخرج من عنده الخروف تصبح فيه جهات أخرى تتحكم في السعر نتاعه. إذن اليوم الشيء اللي نتفقوا عليه وهو
الدور نتاعنا كمهنيين على مستوى الغرف الفلاحيه، الغرف الفلاحيه والمجالس المهنيه، ضمان التموين بالاعلاف ومصادر ربما التغذيه للمواشي باسعار مقبوله. لا لا ماشي ضمان احنا، لا باش ما نغلطوش، لا ضمان الاسعار يعني. شوف احنا نتابعوا تطبيق الاجراءات اللي حطتها من الحكومه. نعم، لانه حنايا الغرف الفلاحيه باش نكونوا منصفين ما يبيعوا ما يشروا. نعم. قلت لك باللي حنايا بحكمنا اننا مهنيين نتبعوا تطبيق طيب. اجراءات الحكومه وما نغفلوش على البزنسيه. نعم. ما المضاربين ما نضربوش طيب. النح على سي... على المضارب. سي الجلالي، الجلالي هل انت معي؟ لا انا معك. هل ربما ضيفنا هنا تحدث عن المضاربه في اسعار المواد التموينيه وحتى اسعار المواشي، في رايك هل سيقضي فتح أسواق الماشية على هذه المضاربة؟ هي يعني في حلوا يعني الأسواق. نعم. تكون يعني كل الحاجة لا بأس عليها، ولكن كي كان يتفضل يتكلم سيدي جلالي يا ترى يعني الحالة خارجة من يعني ما مادة مدعمة يعني مدعمة فقط بمئة وثمانية وعشرين ولا يكون مخالفة ديال 400 ألف، هذه غير معقولة. صح. هذه يعني حاجة اللي ما بريما ما فهمناهاش. وهنا الدولة خصها يعني لا سيركولار يعني القرار تاع 1959 خصها يطبق كما قال، حتى اللي قال كل واحد عندها الفائدة نتاعها. وهنا الأعلاف هذه لو يعني الحكومة ما تدخلش عجلا راه يعني خطأ كبير للمربي وللماشية خاصة. إذن السيد ربما السيد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي جلالي عزاوي، آسف لأن الوقت داهمنا، أنت ربما تريد أن تقول بأن فتح أسواق الماشية وحدها لن يكفي لاستقرار الأسعار. شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية، الحاج جلالي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة، شكرا جزيلا لك أيضا على شكرا. حضورك وتدخلك معنا. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك.